الجزء الأخير في هذه الحلقة في الدمام وفي خضم تحديات فيروس كورونا، فقد نادي الاتفاق إحدى المتطوعات التي عملت في ربوع النادي، فكانت الفرصة للمحة وفاء. يحدثنا عن تفاصيلها مراسلنا في الدمام طلال الغامدي، نتابع. أهلا ومرحبا بكم من مدينة الدمام وتحديدا نادي الاتفاق. اليوم نقدم لكم قصة وفاء جميلة، قصة تحمل فيها ألف ألف معنى من الوفاء لمتطوعة في نادي الاتفاق أخذها الله أو توفت مع أزمة كورونا. اليوم راح نعمل تقرير عن هذه القصة، فتابعونا في هذا التقرير. تحديدا لذكرى الفقيده بتحويل ركن مكتبه حكيم الى مكتبه فاطمه قايد. شرف وفخر كبير لنا، شيء يعني ما كنت اتصوره ابدا. احنا دائما كنا نقول لها يعني عمي اعمال تطوعيه، يعني عادي لو ما رحت مره، قالت لي لا، كانت دائما اذكرها لا لازم اكون موجوده. هذا الشيء تطوعي، انا احفز الشباب الصغار اللي من تحتنا يعني اقروا، هذا الشيء راح ينوركم، راح يفيدكم في المستقبل، راح يعلمكم. كانت تدعم ناس كثير، كانت عضوة مميزة جدا في المسيرة المجتمعية بنادي الاتفاق، وبالتحديد في مبادرة حكيم زمانك. كانت بصراحة رقم صعب جدا احنا خسرناه في هذا المكان الثقافي. اشكر إدارة نادي الاتفاق برئيسها الأستاذ خالد الدبل والأستاذ هذلول الرئيس للخدمة المجتمعية في هذه البادرة الطيبة، وأنا والأخوان كلنا نشكرهم جزيل الشكر. الفكرة هي ليست مكتبة فقط، هي أيضا فيها وسائل بالتعاون طبعا مع الهلال الأحمر، نسوي ورش عمل إسعافات أولية، أيضا فيها برامج لتنمية مهارات الأطفال، تعليم الأحرف، تعليم الأرقام، الأخطاء الإملائية الشائعة زي إن شاء الله، برامج متنوعة كبيرة طبعا وليست مكتبة فقط. هي كانت متطوعة في نادي الاتفاق، تحب شيء اسمه نادي الاتفاق وحكيم زمانك بالذات، وكانت دائما تحضر وين ما كان، في الدمام، في الخبر، دائما متواجدة. حتى أحيانا لما تكون يعني ما تحضر الأماكن هذه تكون زعلانة من الداخل، إحنا نحس فيها كعيالها. إلين بدأت أزمة فيروس كورونا، بعد الله عنا وإياكم يا رب. انصبنا جميعا الحمد لله، انصابت هي أيضا معنا، دخلت اللي هو العناية المركزة مستشفى الدمام المركزي، إلى أن توفاها الله يرحمها ويغفر لها. عانت في البداية الحمد لله، يعني شفناها كانت مرتاحة، وجهها منور الحمد لله رب العالمين. أكيد تعزينا لأهل الفقيدة فاطمة القايد، وأكيد لكل زملائها في نادي الاتفاق ولكل المتطوعين اللي كانوا متواجدين معها. أستاذ عبد العزيز، على ما يبدو أنه مثل ما نعي تماما ومثل ما نعرف تماما أن هذا الوباء لا يرحم ويفتك بالجميع. صحيح، يعني من أول شيء نقول الله يرحمها والتعازي لأسرتها ولجميع الأسرة الاتفاقية. هي طبعا معروفة فاطمة قايد أنها عضو مجلس المسؤولية الاجتماعية في النادي وعاشقة، ومن خلال حديث ولدها مع الزميل طلال يعني عاشقة ومحبة ومحبة للخير ومحبة لتعليم الناس وغير يعني عملها الخير وبطلة والحمد لله، يعني ويقول أنه جميع مصيبوا في المرض وهي رحلت ووجهها منور، وهذه إن شاء الله علامة بشرة، نسأل الله أن يتقبلها. وزي ما قلتي المرض هذا فتك اليوم بالعالم كله، يعني اليوم لا يستثني أحد. نعم، نعم.